وقفت قوات الأسد حي جوبر شرقي العاصمة دمشق بغاز الكلور السام، فيما استهدف الحر تمركز قوات الأسد في مشفى الكباس على المتحلق الجنوبي بمدفع 106، وتم تحقيق إصابات مباشرة. لمزيد من المعلومات نذهب مباشرة إلى العاصمة دمشق، وينضم إلينا مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية. السلام عليكم أخي مازن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي مازن، والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا رب ويحميكم، وعن جد يعني الله يعين أهلنا المحاصرين في الغرفة الشرقية. نعم أخي مازن، أطلعنا عن آخر التطورات العسكرية والميدانية وأحوال أهلنا الصامدين في العاصمة دمشق وريفها. نعم، يعني حقيقة أحداث متسارعة وساخنة تشهدها العاصمة دمشق وريفها، وخاصة الغوطتين الشرقية والغربية. ففي الغوطة الغربية منذ قليل طيران الإجرام المروحي الأسدي ألقى برميلين متفجرين على منطقة الهبارية في الغوطة الغربية، ما أدى لدمار كبير في منازل مدنية. إضافة للخبر العاجل الثاني، ثلاث صواريخ أرض تستهدف محيط زبين وهذه العصافير في الغوطة الشرقية. بالنسبة لأحياء العاصمة دمشق، لا زال حي جوبر يشهد تصعيد أسدي متواصل. اليوم منذ الصباح كان هناك قصف للدبابات على محيط حي جوبر، إضافة للقصف المدفعية الثقيلة لم يتوقف، لكن اليوم كان متقطع نسبيا تزامنا طبعا مع اشتباكات كانت عنيفة صباح اليوم، وذلك على امتداد المتحلق الجنوبي وعلى الجبهة الشمالية من جهة معمل كراش. أيضا جبهة طيبة اليوم شهدت اشتباكات متقطعة في محاولة كانت للنظام لاقتحام الحي من عدة نقاط، طبعا نفس النقاط التي ذكرناها، لكن الحمد لله الثوار كانوا لهم صامدين وصدوهم. بالمقابل قامت كتاب الأسد باستهداف أطراف الحي مساء أمس بغازات الكلور السامة، وذلك على جبهة المناشر وكراش شمال الحي، مما أدى لإصابات في صفوف الثوار. اليوم الثوار منذ الصباح ردوا على هذه الغازات باستهداف أحد نقاط مقرات النظام، وذلك برشاشات الدوشكا، والحمد لله تم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف هذا النظام. في الأحياء الشرقية أيضا لدمشق فجر اليوم شهد حي جوبر قصف بالدبابات، عفوا حي القارون. اليوم كان هناك قصف بالدبابات على الحي، إضافة الاشتباكات شهدها حاجز البلدية. أيضا جرت اشتباكات كانت متقطعة لكن نسبيا اليوم على محور حي تشرين من جهة سوق الخياطين. بالانتقال للجبهة الجنوبية للغوطة الشرقية، اليوم القصف صباح بصواريخ الأرض لم يهدأ إلى منطقة بالا وأطراف بلدة زبين. يعني منذ قليل كما ذكرنا ثلاث صواريخ أرض استهدفت أطراف ديار العصافير وزبين، وستقصف مدفعي متقطع يستهدف محيط المنطقة. اليوم الثوار في منطقة زبدين ألقوا القبض على العشرات من الخلايا التابعة للنظام والتي كانت متواجدة في بلدة زبدين، وذلك بعد هجوم شنته هذه الخلايا النائمة على نقاط أبطال الثوار. طبعا حصل اشتباكات يعني بين الثوار وهذه الخلايا، يعني لاول مره نلاحظ ان خلايا نائمه تستعمل السلاح. هذا يدل يعني ان الثوار الان بدا يستعمل هؤلاء من اجل الفتن داخل الغوطه الشرقيه. الكل علم بالاغتيالات التي حصلت في الغوطه الشرقيه، تم القاء القبض منذ شهر تقريبا على 40 من هؤلاء، وامس ايضا تم اعتقال العشرات منهم. الان يجري التحقيق معهم من قبل الجيش الحر في الغوطه الشرقيه. ايضا قضى ثوار الغوطه الشرقيه اليوم كما ذكرتم في تقريركم باستهداف مشفى الكباس والذي يتواجد على أوتوستراد المتحلق الجنوبي. الحمد لله ايضا تم تحقيق اصابات مباشره، كما تم ايضا تدمير رشاش من عيار
14 ونصف، ايضا المنطقه الجنوبيه لدمشق وتحديدا في منطقه يلدا فجر اليوم او مساء امس تم تفكيك عبوه ناسفه كانت مزروعه في احد المساجد في المنطقه، اضافه لخبر الغوطه الغربيه الذي ذكرناه منذ قليل والذي استهدف منطقه العباريه بالبراميل المتفجره. نعم مازن الشامي، نتمنى الشفاء العاجل لك، يعني انت تعرضت لوعكه صحيه. نعم يعني حقيقه اليوم يعني سبب هذه الامراض المنتشره في الغوطه الشرقيه هو الحصار الخانق على الغوطه الذي تطرده كتائب الاسد، يعني حتى اليوم التجار المتواجدين في الغوطه الشرقيه كانهم يشاركون النظام في حصارهم للمدنيين، الكل يعلم ان المدنيين هم الذين اعطوا الشرعيه لهؤلاء الذين يدعون انهم من الجيش الحر، لكن هؤلاء تجار محتكرون. ايضا طبعا نحن نوجه هذه النداءات للاعلاميين، نقول لهم ان الشرعيه اعطيت للجيش الحر وللاعلاميين الثوريين الاحرار، لهؤلاء المدنيين نحن اخترنا لحمايه هؤلاء المدنيين من اطفال ونساء وشيوخ. مازن الشامي مراسل شبكه شام الاخباريه كنت معنا من